هتتحكم فيه لازم ابعت هاي الكنترول سيجنال اللي احنا حكينا عنها. هون رح تدخل كنترول سيجنال. هون الكنترول سيجنال بتمثل، خليني لو اخذتها بابسط حالاتها هتمثل زاويه من 0 ديجريز ل 180 ديجريز. الميدل بوزيشن 90 درجه. فاحنا بالحاله هاي عمالنا بنحكي عن بوزيشن كنترول. هلا هذا البوزيشن كنترول حتى لازم كل 20 ملي سكندز ذا سيجنال ماست بي ريفرشت. ستاندرد دكتور 20 ملي سكندز. كانه انا شفته ما شفت لحد الان السيرفو موتور ب ديفيتنج فروم ذس يعني، فيبدو انه ستاندرد. هلا بعرف شو هو ستاندرد، هو اكثر منه ديفاكتو ستاندرد. ديفاكتو ستاندرد يعني بدل ما نفاكتر كل المانفاكترز الثانيين مشوا بنفس الطريقه. هلا هون احنا بنبعث سيجنال، هاي السيجنال لها ويدث في الزمن بس لازم تتكرر كل 20 ملي سكند. فالزمن هون بين هاي النقطة وهاي النقطة هون وهون 20 ملي سكند، لازم اطلع اعمل له ريفرش. هلا اذا ما بعت ريفرش انا بعرف شو بيصير، بضل في مكانه واللي برجع للنيوترال بوزيشن تبعه. بس لازم هاي 20 كل 20 ملي سكند لازم نعمل له ريفرش. ال 20 ملي سكند ما بتتغير، اذا مش المعلومات وين بدها تتحمل المعلومات؟ على الويدث هذا اللي موجود هون في الزمن. فالويدث هذا اذا كان 1 ملي سكند هذا راح يتناسب مع 0 ديجريز، اذا كان 1.5 ملي سكند راح يروح المحرك ل 90 ديجريز، واذا كان 2 ملي سكند روح 180 درجه. هلا في الواقع راح تلاقي كثير منهم بتحمل لحد او بيقبل لحد 0.9 ملي سكند ولحد 2.1 ملي سكند من هون، فبعطيني زاويه اكثر شوي من 180 لان ما حسبتهاش قديش بتطلع. بس هذه عندي هي المابينج، وطبعا اي ارقام عندي توين بتعطيك الزاويه الجديده. فصار عندي 1 ل 0 1.5 ملي سكند راح يروح على 90، 2.2 ملي سكند راح يروح 180، واني فاليوز ان بتوين حطها مثلا حطينا فرضا بدنا 45 درجه بنحط هذه 1.25 ملي سكند او 1.75 ملي سكند راح تعطيني 135 ديجريز وهكذا. اذا الحين عمالنا بنتحكم بالزاويه تبعت هذا المحرك، ولذلك راح تشوفوا مثلا في بعض البروجكتس افرض عندي هون دفه في سفينه، عارفين السفن هذول الالعاب اللي موجوده السفينه، في عندي الدفه بدها تكون ديبندنت من البروبيلر. لو عندك سفينه سفن هذول انا بحكي عن الار سي، في عندنا هون بروبيلر، البروبيلر عارفين شو البروبيلر اللي هي بتدفش، بس هاي بس بتلف باتجاه واحد ما لها زاويه. هلا حتتحكم بالزاويه بكون في عندي دفه. الدفه هاي هي اللي بتوجه السيستم من هون. هلا هذا مثلا عم بكون دي سي موتور عادي بتحكم فيه ببلس ويف موديليشن، بس حتى اوجه السفينه بكون في عندي دفه. هاي الدفه هاي رح تعطيني حتى بحاله الدفه هاي يمكن ما اروحش اكثر من زائد 45 135 مضبوط؟ من هون، فبتصير تتحكم فيها بهي الطريقه. معظم الالعاب اللي بتشوفهم هيك رح يكون فيهم واحد زي هيك واحد زي هيك، فهيك احنا فصلنا الاثنين. بدل هلا ممكن كان ان المروحه نفسها البروبيلر نفسها اتحكم بسرعتها واتحكم بالزاويه، بس هون احنا فصلنا الكنترول. هذا الكنترول متحكم بالزاويه هي الرادر بالانجليزي اللي هي الدفه الرادر، وهون عندي فهذه هون لحالها سوليد، وهذه يمكن ميكانيكيا كديزاين احسن اني افصل الاثنين عن بعض. فهذه هون مثبته الاكسس تبعها ثابت، تدفش باتجاه واحد خلص بتضلها تدفش السفينه باتجاه، وحتى اتحكم بالزاويه بحرك الرادر يمين وشمال فبتتحكم بالزاويه اللي بحركها من هون بحيث انها تعطيني هاي. ونفس الشيء راح تشوفه في الطيارات الصغيره والاشياء الشبيهه منهم. اذا هي عندي هلا السرعه غير محدده، هاي احد المشاكل احد الديس ادفانتجز لهدول السيرفوز انه ذا سبيد از انديترمنت، يعني ما بعطيك هو فاليو بس ما بضمن الفاليو، فبعطيني فاليو قديش رح تتحرك 60 ديجري. اذا خليني بس احطها هون، اذا سبيد سبيد از انكنترولد، كل بعطيك اياه مش جيفن في الداتا شيت، الداتا شيت بتعطيك تايم تو ترافيرس 60 ديجري، فبعطيك حتى هو يتحرك من 60 درجة. لو انت اعطيته 60 درجة مثلا الحركة من زاوية لزاوية راح تاخذ فرضا مثلا اكزامبل 0.13 seconds per 60 degrees. بس لاحظوا احنا ما بنتحكم بالسرعة هون،
معظم التطبيقات هذول السرعه يعني انا مش عم بتحكم بالسرعه بشكل دقيق، انا عمالي بقول له اتحرك من المكان الفلاني للمكان الفلاني، بس قديش راح ياخذ وقت حتى ينتقل من الزاويه الاولى للزاويه الثانيه؟ هذه بتعطيني انديكيشن، بس هي مش كلوز لوب كنترول. هلا انت ممكن تقرر انك انت مثلا تصير تعطيه الزاويه هاي انت بدرجات وتستنى تعطيه اياها الزاويه بدرجات، تتقسم مثلا نفترض انا بدي الرادر هاي تتحرك من النقطه هاي للزاويه هاي فرضا، مثلا هاي الزاويه مثلا 45 فرضا، وبدي اياه يتحرك مثلا ل 120. هلا الزاويه بينهم مثلا قديش هاي صارت 75 درجه، بدي اياه يتحكم بال 75 درجه هدول يتحرك من هاي الزاويه لهاي الزاويه، ودلتا زيتا تساوي 45 درجه، فكانت الدفه موجوده هون عند 45 وبدي اياها تنتقل ل 120. المشكلة ما في شيء بيضمن السرعة قديش تتحرك، أحد الأشياء اللي أنت ممكن تعملها ممكن تخليه هو تعمل ستبس صغيرة وتخليه يتحرك ستب من هون لهون وبعدين من هون لهون، فبتقدر أنت تتحكم أكثر شوي بالسرعة، بس هي اتس نوت أ سبيد كنترول ميثود، ها؟ هي بوزيشن كنترول، اللي بتحكم فيه هو البوزيشن كنترول، زي ما حكيت لأنها كلوز لوب، لأنها كلوز لوب وفي عندي فيدباك، لو صار في ديستربنس على السيستم رح ترجع للبوزيشن الاصلي اللي هي كانت موجوده فيه.